لليوم الثاني على التوالي تستمر المساعدات الإغاثية في التحرك من أمام بوابة معبر رفح المصرية متجهة إلى معبر كرم أبو سالم بعد تنسيق بين مصر ومنظمة الأمم المتحدة لدخول مؤقت للمساعدات من هناك. المزيد يطلعنا عليها مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرز. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. ما زلنا ننقل لكم الصورة من أمام بوابة معبر رفح المصرية، حيث هذه المساعدات الإغاثية التي توجه من أمام بوابة معبر رفح المصرية متوجهة إلى معبر كرم أبو سالم للدخول لنجدة الأشقاء في قطاع غزة. نتحدث عن متوسط 200 شاحنة يوميا حسب الاتفاق بين مصر ومنظمة الأمم المتحدة. هذه الشاحنات تتحرك من هنا بعد توقف دام لعشرين يوما تقريبا. تتحرك هذه الشاحنات متوجهة لكرم أبو سالم وتتسلمها الأمم المتحدة وتحديدا الأونروا وتذهب إلى الأشقاء في قطاع غزة. بالطبع هذه الشاحنات محملة بالمواد الغذائية والمستلزمات الطبية وأيضا بالمواد الإعاشية المختلفة مثل الخيام. تتحرك منذ صباح اليوم، يعني يومين، هذا هو اليوم الثاني لدخول هذه الشاحنات، تتحرك من أمام بوابة معبر رفح المصرية. أيضا بالإضافة لذلك، بجانب هذه الشاحنات تتوقف سيارات الإسعاف المصرية في انتظار الدخول لنقل الأشقاء في قطاع غزة ليتلقوا المصابين، ليتلقوا العلاج في المستشفيات المصرية المختلفة. هذا يدل دائما على استمرار فتح بوابة معبر رفح المصرية والدخول من خلالها هذه الشاحنات، مما يؤكد يعني كذب ادعاءات الجانب الآخر الذي قال أن مصر هي من تعرقل دخول الشاحنات. على العكس تماما، فهذه الشاحنات تدخل منذ بداية الاتفاق، المكالمة الهاتفية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي جون بايدن، وهذه الشاحنات تدخل مؤقتا من يعني معبر كرم أبو سالم نظرا للتنسيق بين مصر والأمم المتحدة. هذه الشاحنات أيضا محملة بعض يعني المواد الخاصة بالبنية التحتية في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من يعني التخفيف عن كاهل الأشقاء في قطاع غزة. هذه هي الصورة من أمام بوابة معبر رفح المصرية، والآن أعود إليكم مرة أخرى.